أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. شيخ بندر بلیلا حفظ الله مسجد حرام کے امام ہیں، ان کی درس میں بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شیخ محمد ایوب رحمہ اللہ مسجد نبوی کے امام تھے، ان کی طرز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. شیخ صلاح البدر مسجد نبوی کے امام ہیں، اور یہ وہی امام ہیں جنہوں نے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالی کا نماز جنازہ پڑھایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقت مختصر ہے، اسی وجہ سے شیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ مسجد حرام کے امام ہیں، ان کی درس میں اور تکبیرات کے ساتھ جس طرح وہ مسجد حرام میں جب نماز پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صدق الله جزاك الله.